تطورات تشهدها معارك مأرب والساعات المبكرة حافلة بالأخبار الطارئة، فلنشاهد التفاصيل. باغتت القوات الحكومية في هجوم مضاد شنته على مواقع تحصينات جماعة الحوثي صباح اليوم السبت، ونتج عنه مصرع عدد من عناصر جماعة الحوثي وجرح آخرون في مواجهة مع قوات الجيش وقبائل مراد جنوب غربي محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري إن جماعة الحوثي المدعومة من إيران شنت هجمات على مشارف مديرية جبل مراد، لكن قوات الجيش والقبائل تمكنت من التصدي لها وشن هجوم مضاد باغت الحوثيين وسط تحصيناتهم. وأضافت دارت اشتباكات عنيفة باتجاه الأخ وحيد آل أحمد جراء الهجوم المضاد، لقي على إثره عدد من العناصر الحوثية مصرعهم في مواقع كانوا يتحصنون فيها وجرح آخرون، مشيرا إلى أن جثث عناصر الجماعة الحوثية لا تزال مرمية بالشعاب والوديان وأربع أخرى تم انتشالها. ولفتت المصادر إلى أن معارك بين الجانبين اندلعت بالتزامن على مشارف مديرية الجوبة، وتشير الأنباء إلى كسر هجمات للعدو وتحرير العديد من المواقع بهجوم مضاد مماثل. وفي ذات الصدد أعلنت جماعة الحوثي عن اقتراب معارك بشكل كبير من المجمع الحكومي في مدينة مأرب. وأكد سكان محليون في مدينة مأرب أن المعارك أصبحت تراب العين المجردة من أسطح المنازل في مدينة مأرب. وقالت مصادر محلية إن قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد أن تصدت لزحف قوات التحالف من منطقة العجوزة باتجاه الكسارة غرب مدينة مأرب، تمكنت من التقدم باتجاه مواقع التحالف في العجوزة وفرضت سيطرتها الكاملة على المنطقة. وأوضحت المصادر بأن منطقة العجوز أحد المناطق وسط وادي عبيدة، وتعتبر النسق الأخير لقوات التحالف العربي باتجاه المجمع الحكومي لمدينة مأرب.